السلام عليكم الإخوان الأخوات متابعي صفحة أمير الراغب، تحية كبيرة لكم ومرحبا بكم في هذا اللايف اللي إن شاء الله غادي نهضروا فيه على محاور الدورة التكوينية اللي غادي تكون انطلاقا من الشهر المقبل. الدورة التكوينية كما كنت قلت لكم في واحد اللايف أنني غنلزم راسي بها باش أنني نعاون مجموعة من الناس اللي بطبيعة الحال باغيين يدخلوا المجال ديال الانترنت، وانطلاقا كذلك من يعني التجربة ديالي في المكتب، وليت نوعا ما يعني انطلاقا من المكتب يعني وليت قريب بزاف من الناس، سو وليت كنعرف شوية شناهما المشاكل اللي عند الناس الحقيقية باش يقدروا انهم يبداو في العمل الاشتغال على الانترنت. وحاولت انني يعني خلال هذه المدة هذه انني نخرج مجموعة من الخلاصات اللي يعني لزمت راسي باش انني نحاول ندير واحد الدورة تكوينية نعاون فيها مجموعة من الناس اللي غتكون ان شاء الله بالدارجة المغربية، واللي غادي تكون كذلك بواحد الطريقة ديال الشرح اللي هي ماشي طريقة شرح أكاديمية، باش نكونوا متفقين. ما غادي نشرح لكم بالخضرة، وغنشرح له بالبصلة، وغنشرحه بخيزو، وغنشرحه بالطرقان، وغنشرحه لأي حاجة ممكن أنها تقرب الفكرة. فاحنا غادي نحاولوا أننا نديروها في هذه الدورة هذه، باش أنه واخا يكون الواحد يعني صراحة واخا يقدر يكون أمي، يقدر أنه يفهمني علاش كنهضر، ويقدر أنه يتبع هذه الدورة هذه. بطبيعة الحال غبت عليكم خلال هذا الشهر هذا، فخلال هذا الشهر هذا راه كنت عطلة، وإن شاء الله سأستأني في العمل انطلاقا من الأسبوع المقبل، والدورة إن شاء الله راه غتبدا الأسبوع، ماشي الأسبوع المقبل ولكن الشهر المقبل بطبيعة الحال، شهر 9. بطبيعة الحال غيكون عندنا لايف واحد في السيمانة، غيكونوا جوج لايفات، غيكون اللايف الاول خاص بالدوره، واللايف الثاني اللي كنجاوبوا فيه على مجموعه من الاسئله التقنيه اللي كيطرحوا الاخوه والاخوات. وبطبيعه الحال اللايف اللي غيكون بخصوص الدوره فهو غيكون لايف تفاعلي، يعني احنا غادي نحاولوا اننا نديروا الدرس، ومن بين الفقره والفقره غادي نجاوبوا على مجموعه من الاسئله اللي هي عندها علاقه فقط بالدوره. يعني الله يجازيكم بخير، ما بغيتش اسئله انا كنهضر في الشرق وواحد كيسولني على التليفون ديالو، يعني غتكون نحترموا يعني اللايف اللي خاص بالدوره، السؤال في داكشي اللي قلت حتى تنبغيو نديروا اللايف حتى تمشي الانترنت. سمحوا لنا على هذا الانقطاع. فقلت لكم انه مجال العمل على الانترنت سواء كنتي غتدخل في اي مجال راه ضروري تخصك لي باس، ضروري شي حاجه بريمورديال، سينو غتلقى راسك دائما في واحد المتاهه، وهادشي اللي واقع لمجموعه من الناس انهم كيلقاو راسهم في واحد المتاهه، كيكون هو غادي يمشي يقرا واحد المجال مثلا الاي ماركتين، ولا غادي يقرا مثلا دروب شيبين يبيع سيغ انترنت، او لا اي مجال بغى يدخل ليه كيلقى راسو هو واحد بعدا مع الاساسيات، وكيتخلطوا ليه الاساسيات مع هذاك الشيء اللي في ذاك الدومين، وهذاك الشيء اللي في ذاك الدومين تخصك ديجا يكون عندك لي باز، سينو تلقى راسك انت بعدا بواحد غام على لي باز باقي كاع ما وصلتي حتى، وتيجيك الدومين صعيب وكتقول اش هذا النم هذا وكتقلب. علاش الاشكال فين كاين؟ هو انه ما عندكش لا باز، ما عندكش لا باز، ما كايناش. انت تدخل تقرا دروب شيبين كتلقى، ولا كتدخل تقرا ايميل ماركتين انت ما عرفتي حتى شنو هو اس ام تي بي، ما كتعرف حتى شنو هما لي بور اللي كتصيفط بهم ولي بور اللي كتستقبل بهم، وما كتعرفش المهم ما كتعرفش بزاف ديال الحويجات. بطبيعه الحال راه غتلقى راسك ما فاهم والو، غتلقى داكشي صعيب عليك، راه هذه مساله اللي هي عاديه جدا. فلهذا قلنا ان في الدوره هذه ان شاء الله غادي نطرقوا لمجموعه من النقاط. المهم النقطه الاولى اللي غادي لا فابور الدوره فابور نسيت ما قلت لكم، لا الدوره غتكون بالمجان ان شاء الله، داكشي غيكون بالمجان ما تخلص الدارير، داكشي فابور. غنطرقوا فيها بزاف ديال النقاط. اول نقطه غادي نطرقوا ليها في الدوره هي مجال ديال الشبكات، لانه هذا الانترنت اللي حنا كنخدموا به كيخدم بواحد مجموعه من التقنيات. انت كدابا كتفرج فيا، اذا هاد الصوره اللي كتنتقل دابا من الحاسوب من التليفون ديالي
باش توصل التليفون ديالك راه كدوز من مجموعه من المراحل. يعني كاين بزاف ديال الحويجات اللي خصنا نعرفو. ملي كتصيفط ايميل علاش ما كيمشيش لصاحبك؟ علاش كيجي عندك انت؟ ملي كتدخل لواحد الموقع كيفاش هذاك الموقع حتى تيتفتح ليك؟ كاين بزاف ديال المشاكل. يعني ضروري خصنا نقراو على مجال ديال الشبكات. بطبيعه الحال ملي غندخلوا المجال ديال الشبكات غادي نقراو على لا توبولوجيا ديال الشبكات، نعرفوا لا توبولوجي ديال الشبكات كيفاش كتخدم، وغادي نهضروا كذلك على الخدمات بحال. وهنا غادي نحاولوا اننا نخصوا الوقت لكل خدمه من الخدمات ونشرحوها مزيان، بحال مثلا الاف تي بي فين كيكونوا المواقع، نشرحوا شنو هو اف تي بي، نفهموه مزيان ونصاوبوه راسنا، نعرفوا نصاوبوه ان سيرفر اف تي بي. خصنا نعرفوا شنو هو الاس ام تي بي، بروتوكول ديال اس ام تي بي، المهم اس ام لي بروتوكول المايلين حتى هما خصنا نعرفوهم، شنو هو هذا البروتوكول، كيفاش كيتصيفط ايميل، كيفاش تيستقبل، كيفاه الى خصنا نعرفوا شنو هو اتش تي تي بي، ملي كتكتب ديك اتش تي بي اشنا هي، كيفاش كتخدم، الى غير ذلك. غادي نهضروا على الخدمات اللي هي عندها علاقه بلاش تي تي بي اس، وتعرف كذلك كيفاش تصاوب دي سيرفر اللي هما اولا تصاوب دي بروتوكول اللي هما اتش تي تي بي اس، كومون انستالي واحد السيرتيفيكاسيون وعلاش اتش تي بي والتشفير ولا بلا بلا بلا. المهم كاين بزاف المواضيع في هذا الشيء. هذا فيما يخص الشبكات. غنهضروا على لي روتور كيفاش كيخدموا، السويتش كيفاش كيخدموا، لي بور الى غير ذلك. التخربيق غادي نهضروا عليه. غنهضروا كذلك على لي سيرفور، غنعرفوا شنو هو سيرفور. فيسبوك دابا اللي داخلين ليه اذا هو محطوط على محطوط في واحد الجهاز. اشنو هو هذا السيرفور؟ شنو هو الفرق بين سيرفور وبي سي؟ تعرف شنو هو، علاش تنقولوا لهذا سيرفور وعلاش تنقولوا لهذا بي سي؟ خاصنا نعرفوا هذا السيرفور هذا كيفاش كيخدم، شنو هما الانظمه التشغيل ديالو والطريقه الاعداد ديالها. حيت النظام التشغيل كاين الانظمه النظام ويندوز وكاين الانظمه لينكس، ولينكس فيه بزاف ديال التوزيعات، وخصنا نعرفوا شنو هو الفرق بين كل توزيعه، وخصنا نعرفوا كذلك كيفاش كنسيطابيو. مثلا هضرنا غادي نكونوا هضرنا على الاف تي بي، وهضرنا على الاسم كيفاش كنسيطابيو هادشي ان سيرفور باش نفهموا هادشي كيفاش كيخدم. من بعد ملي غادي نعرفوا لي سيرفور ونتقربوا بزاف لي سيرفور وهادشي، غندوزوا لحاجه اخرى هي طريقه اعداد المجلات او المواقع الالكترونيه. غنهضروا على شي حاجه بسيطه وغنهضروا على المجلات. الوورد بريس كيفاش كنانستالو؟ انت دابا باغي مثلا تصاوب واحد المدونه، باغي مدونه ربحيه، اذا هذه المدونه غتشتغل على مجله سميتها الوورد بريس. اذا كيفاش كنانستالي وورد بريس؟ هادشي راه كتلقاه في دورات اللي كيعلموك مثلا الاربيتراج، هو تيوريك الاربيتراج وتيوريك كيفاش تثبت وورد بريس. لا خويا، وورد بريس خاصك تكون معلم هادشي، هادشي ما داخلش في دوره تكوينيه في الربح على الانترنت، العمل على دوره من الربح، هادشي ما داخلش في هادشي، هادشي راه ما داخلش. دابا هنا هذا هو الهدف ديال هاد الدوره هادي. اذا انت خويا غادي تولي تعرف كيفاش تانصالي مجله على الوورد بريس، تعرف شنو هما لي بلوغين، وغادي نهضروا حتى على لا سيكوريتي في هاد المجلات هادو. واش ماشي انت غدير غدا سيت وبعد غدا يتبير الطاليك، ما كاينه معنى. شنو هما لي باز سيكوريتي في هاد المجلات؟ غنهضروا على الوو كوميرس كذلك كمجله، نقدروا نهضروا على البريستا شوب كذلك، لان هاد المجلات انت بغيتي دير البيع والشراء في العود، ما تستخدم شي منصه ولا تصاوب انت منصه ديالك وتخدم بها انتايا، متفقين؟ غادي نهضروا كذلك من بعد ملي غندوزوا هاد المراحل كامله، غادي عاد ديك الساعه ننتقلوا شويه للاعلان الدعايه في الفيسبوك، كيفاش كيخدم الاشهار في الفيسبوك، شنو هما الطرق باش كيخدم الى غير ذلك. غنديروا دور غنشرحوا على فيسبوك، غنشرحوا الاي سي او، غنشرحوا الايميل ماركتينغ. ولكن هاد اللعيبات هادو اللي في الاخر هادو غير بحال الخضره فوق الطعام، لان بون فيسبوك والادورد هادو حتى هما دي باز خاصهم يكونوا عندك، غادي نشرحوهم بطبيعه الحال. الاي سي او والايميل ماركتينغ هادشي غادي نشوفوه من بعد. اذا هادو ماش من خصم الدوره بالمجان اخواني، راه ما كناخذ من عندك حتى ريال، هادشي غنديروه في سبيل الله. كما قلت لكم هذا الشيء راه واخا غادي تسمعوه دابا وغايجيكم معقد وكاين اللي غايقول لك لا شوف غادي نبسطوه غادي نبهدلوه غادي نردوه اي واحد كيفهم. انا قلت لك شتي تكون امي غتدخل غتفهم هذا الشيء، لان غادي نشرحوه بواحد غنشرحوه، انا نحاول ندير واحد المقاربه ديال ارض الواقع، غنشرحوه بارض الواقع داك الشيء غتشوفوا، وعاد ديك الساعه ننتقلوا ان شاء الله للبراتيك، ديك الساعه راه غادي نخدموه في البيس. بطبيعة الحال الله يرحم لكم الوالدين، انا ماشي من عادتي كما كتلاحظوا، انا ماشي من عادتي ان كل لايف نبقى نقول لك بارطاجي دير فعل ترك، ولكن صراحه هذا الشيء اللي غندير معكم راه خاصو يتبارطاجا باش يستافدوا الناس.
حيت هذا الشيء فريمون خاصو يتبارطاج. هذا الشيء مهم مهم بجه. وبطبيعه الحال الا شديتيه اسمعني مزيان الله يرحم ليك الوالدين هذا الشيء الا شديتيه وغادي نزيدوا لهنا انا المهم كان قد واحد الورقه دابا وكنزيد افكار والى غير ذلك هذا الشيء الا شديتيه وحوايج اخرين ان شاء الله يقدروا يجيو مع الوقت وانا كنشرح لكم يقدروا يطيحوا لي افكار اخرين راه ما غاديش تكون بحال بعض الكوانب وسمحوا لي نقول الكوانب لانهم كيهاجموني تيبدا يقول لك هذا السيد كيفهم في كل شيء باش ما تبقاش تقولها على عباد الله هذا تيفهم في هادي وتيفهم في هادي وتيفهم في هادي راه تيفهم في هادي وتيفهم في هادي وتيفهم في هادي علاش تتولي كتفهم لان انت راه شاد لي باز اي حاجه شاده اي حاجه عارفها عارف لا باز هادي اش الفرق راه هذا سيت ويب وهذا سيت ويب المجلات عارف يعني اي مجال غتبغي تدخل ليه عندك لي باز باش ما باقيش تبدا تتبهر تقول هذا تيعرف كل شيء راه الناس اللي تيفهموا في كل شيء راه ناس عندهم دي باز هذا وعزيز على ان شاء الله ملي غتولي عندك الخبره راه هذيك الساعه ثاني هذه حاجه اخرى اللي كتزيدك اللي كتزيدك باش انك انك كتزيد مزيان في البيزنس ديالك ونقطه اخرى انه ملي كتولي عارف لي باز يعني الا خسرتي على راسك وقت مع هذه الدوره اللي غادي نعطيك غادي تلقى راسك انه ما باقيش غتضيع وقتك في شي حوايج اللي هما بانال هذا هو اللي مهم يعني ملي غتبغي تدخل لواحد المجال غتمشي تقرا على المجال ماشي غادي انت عاد بديت تبدا واحد ليا مع ووردبريس وما فاهم كاع شنو هو داك الاش تي تي بي وشي واحد اللعيبه كنصطالي وسميت السيرت بها شنو هي ما فهمتي داكشي ما فاهم ليه ما فاهم الطالبات ديالو ما عارف شنو هو داكشي دابا وملي تيوقع لك ايرور ما فاهم حتى ديغنوستي هذيك ليرور وهذا هو المشكل لانه ملي تيوقعوا لك مشاكل ما تعرفش ديغنوستي وهذا الشيء اللي تياخذ لك الوقت علاش لان ما عندكش لا باز ما فاهمش هذاك الشيء ما واخدوش اكاديمي ما عندكش منهجيه ما عندكش منهجيه راه ما يمكنش ديغنوستي هذا هو المشكل غيوقع لك مشكل غتبقى واحل غتبدا تسول في جوجل جاب لك الله شي حاجه جاوبك عليك جوجل عليها هو هذاك ما جاوبش غتبقى واحل هذا هو اللي هذه هي الدوره ان شاء الله كما قلت لكم الشهر المقبل وغادي يكون اعلان اخر على لادات بالضبط اللي غادي نلتزموا بها حنا بجوج اللي غادي تحدد فيها لايف غالبا راه غادي يكون في المساء اللي غادي نحددوا وقيته بجوج اللي نكون فيه انا مسالي وانتم كذلك مسالين غالبا غادي نحاولوا نديروا هذه الدروس نهار السبت بالعشيه نديروهم السبت بالعشيه باش هكا لانه الغد ليه تيكون هذا واللايف ديال الاجابه على الاسئله راه يقدر يكون نهار الاثنين هكا غادي نخدموا اذا هادشي اللي كاين الخوت ما عرفتش واش كاينه شي حاجه في هادشي اللي قلت شي اسئله او شي تفاصيل بغيتوا تعرفوهم قبل ما نوقف اللايف سول اخويا قول لي نديروه من 10 الليل هذا توقيت زوين هو واحد القضيه الله يرحم لكم الوالدين تا تفكرتها هو المرجو الالتزام حاول تلزم راسك كاين المغريات نتا السبت تمشي تصهار وداك الشيء يصبر معاك حيت هادشي والله ما غاديش تندم عليه انا تنقول لك ما غاديش تندم عليه انا متاكد ما غاديش صبر راسك قرا بزز مجانا طبيعة الحال هادشي اللي كنقول انايا دابا اولا هادشي اللي غنشرح لكم راه ماشي علم غابي هادشي راه موجود غير هو حنا غنشرحوه زعما غادي نحاولوا اننا نشرحوه بالدارجه ونشرحوه زعما بواحد الشكل اللي هو تفاعلي وهادشي زعما راه صراحه هادشي اللي كنقدم راه ما تقول واخا امي بغا يشرح لا هادشي راه والو هادشي شي حاجه هادشي كاع ما يخلعك مدة الدورة ما عنديش توقيت صراحة ما عرفتش انا وقتاش غادي لانه كما قلنا لايف تفاعلي اذا غادي تكون ساعة غادي نحاولوا نديروا واحد 15 دقيقة الاسئلة ونقدروا كاع لايف يقدر كاع يكون اكثر من ساعة على حساب لانه نقدروا باغ اكزومبل انا كنشرح وانتم كتحطوا لي كومونتير ديالكم لانه يقدر شي واحد يحط شي سؤال اللي مهم نقشعوا انا نجاوبوا في وسط الدرس ايوا هادشي اللي كاين الخوت تبارك الله عليكم
ونشوفكم إن شاء الله في القريب العاجل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.